معانا ام محمد من سوهاج، تتفضل. ايوه يا امي. ايوه يا استاذ عمر يا حبيبي. ربنا يعزك. ايوه يا شيخ عمر. اي ربنا يسلم فمك وتسلمي من كل مكروه. انا مستناك كل يوم. على راسي على راسي على راسي على راسي زي ماما. انا يعني ربنا يخليكي ليا. كل يوم هنقعد قدام التلفزيون كل يوم. ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش ابدا منك يا حاجة ام محمد. انا من قولي لي بقى من رابعه ابتدائي. انا سني 75 سنه لسه شابه يعني. من رابعه ابتدائي وانا نصلي سلطه، وانا عايله نصرخ ونصلي. طيب. لحد الان ما فاتنيش وقت. الحمد لله. بس القران يا حبيبي ست يا ماي حاجة محمد. ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون بس عشان خاطري. يا شيخ عمر يديك طول العمر يا حبيبي. اتفضلي يا ماي. طول عمرك يا ام للدوله كلها. ربنا يحفظك. اتفضلي. اقول لك هنصلي بالفاتحه وقل هو الله احد. طيب. بس نخاف لكنش ربنا، يعني نخاف من الزوال، حتى اي حاجه غلط ما نعملهاش الله خايفه من ربنا وما فيش داعي. طيب انا المظلوم نمشي معاه يكفي نموت. ربنا يطول في عمرك. انت يعني ربنا يقبلني. اجاوب على حضرتك. اجاوب على حضرتك يا حاجه ام محمد. اجاوبك. بص يا حاجه ام محمد، جم الصحابة يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له الراجل اللي بيصلي بينا ده يا رسول الله ما عندوش غير ايه؟ غير سورة الإخلاص، يصلي بالفتحة وسورة الإخلاص، الفتحة وسورة الإخلاص، الفتحة وسورة الإخلاص. رسول الله عارف هو الراجل كان بيعمل كده ليه، بس قال لهم اسألوه هو بيعمل كده ليه؟ فالراجل قال لهم صفة الرحمن، إن ربنا سبحانه قل هو الله أحد، الله الصمد. يبقى ايه اللي حاصل؟ قال صفة الرحمن. فقال حضرة النبي، قال لهم ايه؟ أخبروه بأن الله يحبه. ما قالوش يغير بقى. يعني حتى ما سألهمش هو حافظ غيرها ولا مش حافظ غيرها. هو التزم بقول هو الله أحد لأنه بيحبها. بيحب صفة ربنا. ده يخلينا ايه؟ يخلينا نقول لك يا حاجة أم محمد يا ماي. أقول لك ايه؟ إن أنت سيرك على إنك أنت تقرأي الفاتحة وقل هو الله احد، ان شاء الله ربنا يقبل منك الصلاه، وصلاتك ان شاء الله تبقى عمرانه بالنور والبركه، وهي باين على حضرتك وانت حضرتك بتقولي ان انت ما تحبيش الظلم. قل هو الله احد اهي اثمرت في حياتك ان انت بقيتي مؤمنه بان ربنا معاكي، فما تقبليش ان انت تظلمي ولا تتظلمي. ربنا يبارك لك وان شاء الله دايما في خير وبركه ونور وفتح وتوفيق.